السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو سموثي تاع البنان وليف خيز. انا راني رايحه نعمل كيفيه قسكاس. نتوما ولا تعملوا كيفيه كبيره نضعفوا في المقادير. انا في هذا الكاس هذا راح نحتاج نصف من البنانه فقط نصف، ونحتاج اربعه من الفراوله، اربعه تاع ليف خيز. هذه راح نستعملها لتزيين. نتوما ولا حبيتوا تستعملوا يعني كاس كبير ولا على حسب العائله تاعكم تقدروا تضعفوا في الكميات. اذا راح نحتاجوا الايس، هذا لا غلاس، نحتاجوا هذه كومبلي، راح نحتاجوا كاس او علبه تاع الياورت ناتوريل. انا عندي هنا كاس لانه انا عمرته من هاد العلبه هذه. ولا عندكم هاد العلبه تحتاجوا كاس، ولا ما عندكمش هاد العلبه تستعملوا علبه من الياورت ناتوريل الزبادي. نحتاج سيرو للتزيين، هو للذوق. هذا السيرو تاع الفراوله تاع لي فريز، انا عملت السيرو تاع الفراوله، يعني روحوا للفيديو تاعي راحين تلقاوه تما كيفاش عملته. نحتاج نصف كاس سكر، يعني الا عندكم هادو تقدروا تكيلوا بهم، نحتاجوا نصف كاس. ولا ما عندكمش هادو تقدروا تستعملوا نصف كاس. اذا راح نبداو، وتحتاجوا خلاط ميكسر. اذا راح نحي كامل هذاك الايس ونحطو بداخل. انتم تستعملوا على حسب العائله اللي عندكم. الا استعملتوا يعني كاس كبير تقدروا تستعملوا بنانه واحده وخمسه حتى لست حبات تاع لي فريز. عملت كل هذا الايس هنا، راح نضيف لها لي فريز. لازم نقوها، انا هاد لي فريز راهي مغسوله، هاد الفراوله مغسوله، ننزع لها هاد الاوراق. راح نحط لها نصف بنانه، نحط لها علبه من الزبادي الناتوريل يعني الياورت ناتوريل. الياورت هو الزبادي، هو اليوغورت. هذا السيرو هذا هو هذا، ولا حبيتو تشريوه هو سيرو تاع لي فريز، ولا حبيتو تعملوه في البيت روحوا راني عملت لكم لا فيديو كيفاش نعملوا السيلو هذا تاع لي فريز. راني عملت لكم لا فيديو تاعو، حوسوا في الفيديو تلقاوه، ولا راح نحط لكم الرابط تحت هذا الفيديو ان شاء الله. راح نضيف له شويه سيلو، نضيف له السكر، حطيت الايس داخل، حطيت علبه من اليوغورت يعني الياورت ناتوريل، حطيت نصف بنانه، حطيت القليل من سيرو الفراوله، وحطيت نصف كاس من السكر، سكر عادي. الان راح نخلطهم. نشد هذاك السيرو نحطو كامل هنا في جنب هاد الكأس فقط باش يعطينا يعني الشكل شباب. من بعد
راح نحط هذاك السموثي لداخل. من بعد راح نقطع هذيك لافخيز اللي خلينا نحطها هنا، نزيد نحط عليها العصير تاع هذاك السيرو تاع لي فريز، نحطو كامل من هنا من الفوق. اذا كيما راكم تشوفوا هنا في الطرف كامل راه هذاك السيرو، هذا السيرو تاع الفراوله اللي خدمنا. اذا كيما قلت لكم هذا العصير من الفوق، الشكل تاعو من الفوق، ومن هنا الشكل تاعو من الاسفل. هذا هو العصير تاع اليوم، عصير سموثي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه، ولا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي وديروا جيم لهذا الفيديو هكا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.